كان الفلك أسير الحس والوجدان لدى السابخ في زمانه المتمعن المتدبر في صفحاته. والله كلام كبير جدا، بس صراحة سيبدأ المنظر بهذا الشكل. في أي لحظة الآن؟ والله وجه الكهف. شو عم تحكي يا رجل؟ معجبة. شو عم تحكي؟ يا عمي مش عايزة تقولها. حد معاول لها؟ وضحت أنه مضاد عدة محاولات ليشعر المرأة. أخيرا اشتغلت. ومن اللحظة تغيرت حياته وخلص من هم الأكل والشرب وانتبه أنه في عالم ثاني فوق رأسه. أنا كلاوديوس بوتانوس. أنا اللي اكتشفت نظرية مركزية الأرض. إيه هي نظرية مركزية الأرض؟ نظرية مركزية الأرض نظرية اتبنتها من فكر علماء الفلك قديما صراحة يعني. وهي نظرية بتثبت إن الأرض ثابتة في مكانها ما بتتحركش. وإن كمان هي مركز الكون. وحواليها بتدور الأجرام السماوية. الأجرام السماوية دي بتدور في مدارات حوالين كوكب الأرض، والمدارات دي كالآتي: القمر، عطارد، الزهرة، الشمس، المريخ، المشتري، وزحل، والنجوم الثلاثة. خف علينا، نظريتك أصلاً غلط. وما؟ أيوه. بعدين لو راجل كده يعني تعالى أعمل نفس اللي أنا عملته. بكفي جايبك هون اصلا. من الاخر كده استمر الاعتراف بالنظريه دي حتى عصر كوبرنيكوس. ماشي؟ الله يسلمك، الله يسلمك.
أخ سيطيروني يعني. يتفهم التكنولوجيا. واعد الله. ألو. معلم باريوني. باريوني ما تطيروني. يا هلا والله. عاش. تفضل. أبو الريحان محمد بن أحمد بيروني ولد في خورزان في أوزبكستان عام 973 ميلادي. كان رحالا وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضياتيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند. في شيء عملته؟ والله وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة الإسلامية، وهو أول من قال أن الأرض تدور حول محورها. شو هذا اللي بيلك؟ لا عم تكلم حالي. هذا هو الاستنتاج، وأنا فلكية العقل أو مباراة هي عبارة عن نموذج ثنائي الأبعاد للكرة السماوية، ويستخدم لتحديد المواقع وبعد الأرض عن النجوم. وقد كنت من العلماء الذين طوروا التلسكوب، عرفت من خلاله بعد الأرض عن بعض النجوم الحالية وبعض الكواكب الشمسية. شكلك نسيت المايك أخ بيروني. تفضل تفضل. ممكن نكون خلصنا. الله يحميك. الله يحميك. هم يا جماعة في شخص اسمه برونو. في عهد كانت الكنيسة الأوروبية مسيطرة على كل مفاصل الدولة. كانت أوروبا تحت وطأة التعتيم العلمي، فكان كل من يتكلم بما يعتقد ويتصدى لما هو مكتوب في العهد الجديد يتعرض لويلات العذاب الذي لا ينتهي حتى يرجع زندقته. جوردانو برونو واجه رجالته آنذاك وحكم عليه بالزندقة لاعتناقه نظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض حول الشمس، وقام بوضع فرضية أن النظام الشمسي هو واحد من مجموعة ومن تغطي الكون في صورة نجوم، وأن الكون لا نهائي. كما افترضت نظرية برونو أن كل نظم نجمية أخرى تجتمع على كواكب ومخلوقات عاقلة أخرى، وتم سجنه 7 سنوات ذاق فيها ألوان العذاب والتجليل، انتهت بإعدامه حقا أمام جموع نفيرة. يا هلا مستر كوبرنيكوس. تفضل. نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي ولد عام 1493 ميلادي، راهبا وعالما رياضيا وفيلسوفا وفلكيا وقانونيا وطبيبا واداريا ودبلوماسيا وجنديا وهنديا فول اوبشن ما شاء الله. كان احد اعظم علماء عصره، يعتبر اول من صاغ نظريه مركزيه الشمس. نظريه مركزيه الشمس وهي ان الاجرام السماويه بتدور حول الشمس، حتى كوكب الارض بيدور حول الشمس. وبهذه النظرية أكون قد حققت كل ما جاء به من تطليموس أخ الله اللي كان من سوية والفلسفة القدماء، وقد عرضت عن هذا في كتابي حول دوران الأجرام السماوية. وإلى أن توفاني الله وربنا خدم الحمد لله خلفني في الملاك أبو الجلاليل. احكي له احكي له انك كنت جبان وكنت تنشره من الكنيسه. ما انا شفته الا بالموتى. سمك تضحك. لا تستطيع. أنا أصلاً مسرحية فيها مجلس كنت وضع. أنا جديد الجديد. عالم فلك فيزيائي إيطالي. من الإنجازات المتواضعة اللي عملتها على السريع هيك إني وضعت أسس قوانين الحركة وسقوط القمر اللي أكيد تعرفوها من الفيزياء. وغير هيك طورت التلسكوب الكاسر اللي من خلال تسليطه على القمر قدرت أتعرف على تضاريسه بشكل تفصيلي أكبر من ذي قبل. لكن الأهم من هيك إنه من خلال تسليط نفس التلسكوب على كوكب المشتري قدرت أكتشف له 4 أقمار رئيسية لازالت حتى يومنا هذا تسمى باسمي الأقمار الجاليلية. كانت هذه أول مرة إحنا كبشر نشوف بعيننا أقمار بتدور حوالين كواكب ثانية غير الأرض، وهذا كان شيء ساهم في هدم نظرية بطليموس ودعم نظرية كوبرنيكوس زميلي. وإذا كان كلامي عن الفيزياء زعلكم في الأول، فاستنى نشوف هذا مين اللي هيجي بعده. تعال تعال يا اسحاق. اسحاق
حالك يا تعالي. هذا مين؟ خذ خذ، ما معناش غير هالجكيت. في الخامس والعشرين من كانون الأول ديسمبر 1942 ولد عالم يلقب بأعظم العباقرة في التاريخ السير إسحاق نيوتن. هو رياضي وفيزيائي وفلكي، عمل في مختبره على اختراع النظام العاكس بالتزامن مع دراساته على انحراف وكسر الضوء إلى الألوان السبعة من خلال المجهول الزجاجي. هو تعتز على شكل مسدس. بناه على الأدوات كبدًا في حركة الكواكب. بدأ أعماله على حركة الكواكب واستطاع إنهاء كل الشكوك المتعلقة بعدم مركزية الأرض وأن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وإثبات ذلك رياضيا، وعمل على اكتشاف الجاذبية لما وقع التفاح على الأرض. إن شاء الله عرفني أكثر مني، ولو إنه كل الحكي اللي حكيته وأنا عمري أقل من 26 سنة. وأنتوا لسه بالجامعة بترسموا بكالكلوس 1، شو طالع منكم؟ كالكلوس 1 تسحق؟ أيوه سقطنا كالكلوس 1 سبب رسوبي للفيزياء يا جماعة. الله يحميك. طبعا يا جماعة عندما ما لقوا لكم يحكوا لكم شيء ثاني فقرروا يحكوا لكم الثورة الفرنسية. مانيفيك. والعمل
النظريه النسبيه الخاصه لتناول الزمان والمكان والجهد والطاقه، اما النظريه النسبيه العامه لتناول حركه الاجسام. والنظريتين هما اساس الفيزياء. طبعا الفيزياء الحديثه، وطبعا حضراتكم كلكم بتحبوني. خدت نوبل في الفيزياء وقدرت احط شويه استنتاجات طبعا استكشفتها واستنتجتها مع نفسي. وطبعا الاستنتاجات دي دلوقتي لحد دلوقتي يعني عامله مفعوله مع كل الناس. طبعا يعني طبعا اخر استنتاج سنه 2015 لما قدروا يرصدوا الامواج بتاعت الجاذبيه في الفضاء. تقدر تعملها؟ قلت لك المره اللي فاتت تعمل حاجه وانت ما عملتش. الله يسلمك. وانت بسنوبي؟ تعال تعال. واو عم قدر. شوف. شوف بقى. هلال هلال عم الهبل هبل. وين بسكوت؟ ايوه هيك. انا يا دول هبل عالم فيزيائي وفضائي امريكي، كنت من المساهمين في فهم علم الكون الفيزيائي ومكتشف ظاهرة الانسياح الاحمر، والتي بها اثبت انه المجرات مش داخل والمجرات تتوسع والمجرات تتحرك بسرعه تتناسب مع ابتعاد، وبالتالي قد دعمت كل نظريات اللي اثبتت الانفجار الكوني العظيم. اصبر انت حلقت؟ والله شفت مصيبه؟ مبروك الله يبارك في عمرك، راحت عليك. ونكون هكذا انتهينا من المسرحية. شكرا لاستماعكم.